مرحب. صباح الخير. حيا الله. عبد الرحمن السيمي رايح رميس. الله يبقيك طول بعمرك. يا عزيزي. مقطعنا جلسات العربية. والله يسلمك. بس ريح ريح حط مهرج عشان ترتاح. يلا حيف. شلونك؟ طيب. أنا صراحة ما أدري يعني ما أبدأ من وين ولا ولا من وين يعني. شاعر ورحالة. شوي راعي مشاعر راعي مشاعر. ورحالة. وملكت كل شيء بس وش غير الشعر رحالة لو وراوي بعد كيف وراوي وغير هذه الأشياء وين ممكن نشوف عبد الرحمن العسيمي في غير هذه الأشياء الثلاثة اللي ذكرناها؟ والله شوف أودك أنك تكون في هذا يعني في مجال من المجالات حتى لو ما كانت يعني في تجربة أو في خبرة لكن ودك أنك تكون في هذا المجال. كنا دكتور. دكتور؟ نعم ممكن. دكتور دراسة يعني؟ نعم. لا لا شوف شوف أي مكان يحتوي على طبيعة أي مكان يحتوي على مناظر جميلة أجد نفسي فيه. أحب أبعد عن صخب المدينة. متى اكتشفت يزعجني صخب؟ متى اكتشفت حب هذا الشيء في قلبك يعني؟ فترة من الله سبحانه وتعالى من الطفولة ما أحب صخب المدينة الإزعاج معه. أحب الاستجمام بجانب شلال زقزقة عصافير وحرميس يطبخ على عودات من السمر. الله. أنت قد سويت لك كوخ؟ بما أنك يعني تحب الطبيعة وتحب والله شوف الكبان يرفع الضغط يا جماعة. هذا نحل طال عمرك شكل النظر عندك شوي النظر شوي الظاهر يعني خليه انا بس شوف سامحني يعني راح احاول اضحكني كثير عشان عندي يعني الرفرف الايسر راح منه جزء يعني يعني خلينا يعني على الضمان عادي ودي الوكال 25 شفت حتى السلسلة تهضر 25 سنه واحنا متخوين انا وسني العزيز ذا اجي في كاريزما في شهرين يروح سني هذه مو بحق ذي والله صراحه هذه تعني ايش اني عايش الريلتي بكل صدق وامانه كذا لدرجه اني حتى عذرت اسناني بعيونكم الله بس لو انه خلاص خلاص والله العظيم انه مكيفات ترفع المشوي يا جماعه علي سم طبختنا على وشك لا لا امورنا طيبه ما عليك طيب انت قد بنيت اكواخ قبل شوف من يعلمك هذه الشغله من ناحيه الكوخ كوخ كانت خطوة مستقبلية لكني قد وثقت كوخ ل اثنين من الشباب الله يوفقهم ويسهل امورهم علي عسيري وعبد الله عسيري في رجال المع ما شاء الله تبارك الله توأم طموح عنده نظرة للمستقبل طبعا شباب ما شاء الله تبارك الله عليهم عاطلين لكن انجزوا شيء ما ينجزه مهندسي كان عندهم شجرة جنب بيتهم و ما شاء الله تبارك الله ربي اعطاهم عقول نظيف شافوا الشجره ذي يا ولد ما لا شغل ولا مشغله جابوا لهم طال عمرك طبليات فكفكوها دقوا خشاب اثنين بدون اي عماله بدون اي شيء سووا لهم كوخ فوق الشجره هذه ورحت سويت لهم تغطيه ونزلتها في قناه باليوتيوب قناه الرحاله بلا ما شاء الله تبارك الله كيف كان كوخهم جميل كوخ جميل جدا كوخ عشت الاجواء اللي علمتك فيها اول يعني تخيل ان في نفس القريه في شلالات وفي نفس وخضار وطبيعه طبيعه طبيعه بكر والشجره ذي والكوخ في وسط القريه تخيل انك تنام طال عمرك تصحى على زقزقه العصافير تنام فوق شجره قد رقيت فوق شجره شفت افلام الكرتون كنا نتفرج في هذيك عشت خلينا نتخيل الله شفت كيف كوخ في وسط شجره طال عمرك ترقد على ضوء القمر والشجره تحرك بك في الليل صوت وشعورك يوم الاربعاء هي ليله 15 وانت هنا في المنتجع مغبون صح؟ طيب والله شوف انا عذرت في الليلتين اللي راحت عاد الليله الجايه ذي الله طيب دام انك مغبون يا اخي ايش الدبانه ذي شغلت امي اقسم بالله العظيم لا امسك الحين وارجف يا اخي بخبخوا مطبخكم يا اخي طيب لا هي واحده بس مقروشه تزعجني هل تجربتك في هذا البرنامج كانت سيئة؟ لا ندمت عليها ولا؟ لا 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 يشهد الله ما ندمت عليها يشهد الله ما ندمت عليها بالعكس من أجمل تجارب حياتي لو أن الفترة يعني شوف لي 3 شهور طال عمرك يعني أنت متعود أن حتى المكاشيت والحاجات هذه تكون فترات مثلا معينة أسبوع أسبوعين ترجع لها أسبوع أسبوعين ترجع لها
ففجأة كذا تداهم نفسك 90 يوم، يعني لا بد تجيك فيها ضغط نفسي، لا بد تجيك فيها اختلاف آراء، لا بد. حلو. يعني تعرف كنت بعد 26 رجال. حلو حلو، وصلنا نقطة نتفق عليها اللي هي اختلاف الآراء. أبغى موقف، أو هل صار لك موقف في هذا المنتجع كان مزعج؟ يعني كان السؤال يقول هل في موقف أو حدث ما مستحيل تنساه، يعني من قوة هذا الحدث والموقف اللي صار لك في المنتجع طبعا، ولا ما فيه؟ يعني بيني وبين الشباب أيا كان؟ لا لا اللهم لك الحمد ما أذكر، يعني أني مريت بضغط نفسي بالدرجة. مو بضغط نفسي، موقف صار، موقف ما تنساه، أو يعني حدث بشكل عام. المواقف كلها جميلة اللهم لك الحمد، يعني يمكن بعض الضغوطات النفسية مثلا زي كذا في 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 حاجات أتمنى أن يكون في الخارج عشان ألحقها، مثل ليلة 15، مثل بعض الحاجات اللي تذكرني مثلا الوالد والوالدة، هي يمكن الضغوطات النفسية. على طريق، مش أهم شيء عندك في الحياة غير الوالد والوالدة؟ أهم شيء كذا تقول هذا الشيء مستحيل أستغني عنه، غير أمك وأبوك، أختي وأخوي، يعني غير الفاميلي شيء تقول مستحيل غير يعني، حتى مو بلازم يكون إنسان غير الأشخاص عائلة. يعني والله شوف، أنا ممكن يكون أشخاص غير عائلتك، شوف لكن أتكلم بشكل عام أنا، أي شيء والله شوف أشخاص يعني خاص غير مستحيل عدهم، يعني اللهم لك الحمد، يعني المحبة والمودة تحفني وأحف، اللهم لك الحمد، هذا أهم شيء، نسأل الله أن يجعلها خاصة. من الأشياء اللي أمام من يعني عندك طال عمرك ديرتي وادي بسر، ديرتك نعم، هذه يعني يوميا لازم اكون فيها. الشيء الثاني حرميس، الشيء الثالث ليله 15، الثلاث هذه اذا توفرت عندي خلاص انا هنا اسعد شخص في الحياه. وبرضه الدتسن، نسيت الدتسن. الدتسن وحرميس وليله 15. سلام. الدتسن حرميس ليله 15، هنا انا اسعد رجل في الدنيا مره، خصوصا اذا كان مثلا في مكان نفاهه، مكان في طبيعي. معناتها كذا نقول ان عبد الرحمن الصيني في البرنامج هذا فقد الدتسن، فقد الدتسن الليله القمريه، فقد ليله 15 هذه الى الان انا قلبي متشطب من كثر ما اطلع فوق الضلع ذا. تدري الليالي هذه ليله جميله، جو عالمي، تدري بعد البث احيانا يعني يقول الله يلا يستر اجيني توحد، لان الشباب تعال يا اول، تعال بتعشى، تعال بنسوي، تعال جايكم تلقاني فوق الطلع طالع فوق الطلع رميس وتفرج في القمر. الحمد لله سنة تجارب، لازم تضغط على نفسك. سلام. بعدين شفت ترى كلها لذة، تحلم نفسك من القمر 3 شهور سيلو بتطلع بعدين تحللها صح. حلل الأبواب من يوم. نعم. من الهلال. الهلال من الهلال سنة. كل ليلة وأنت مع لي ما يكتمل. طيب هنا رسالة من شخص أكيد عزيز وغالي عليك، ودني كنت تقرأها. تفضل. بس بصوت عالي لو سمحت. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي، أسأل الله أن تكون بخير، وشكرا على روحك الجميلة. أتمنى أن تصل رسالتي إلى الابن عبد الرحمن ويستفيد منها زملائه. لقد اقتربت الجياد من نهاية المضمار، وكانت خلال فترة السباق بين تقدم وتأخر، كل فارس يتعامل مع جواده حسب إمكاناته. وخرج من السباق من خرج، واستمر من استمر، ولا زال الفرسان يحثون الخطى لتحقيق الهدف. ابن العزيز، أنت لم تحقق الهدف بعد، ولكنك اجتهدت ولا زلت. فقط أتمنى أن تسمع أسئلتي وترك لك الإجابة عليها حينما تجلس منفردك. هل ما تقدمه الآن كان هدفك قبل دخول البرنامج، أم تغيرت الأهداف؟ هل خططت أنت الله تصبح عبد الرحمن الذي تريد، أم تركت أقرأ لك هل تفاجأت بشيء جديد أم كنت متوقع أن هذا ما سيحدث؟ أيوة، وين فيه أنت؟ عطني الأسئلة واحد. أنت لم تحقق الهدف بعد، ولكنك اجتهدت ولا زلت. طيب أحمد، طيب علي. طيب لازم نكمل رسالة أبوك. طيب. أنت كمل شغلك مع أبوك لين مع أخوك لين أخلص رسالة أبوك. طيب علي. أنت لم تحقق الهدف بعد، ولكنك اجتهدت ولا زلت. فقط أتمنى أن تسمع أسئلتي وأترك لك الإجابة، أترك الإجابة عليها حينما تجلس بمفردك. هل ما تقدمه الآن كان هدفك قبل دخول البرنامج، أم تغيرك الأهداف؟ هل خططت أنت تصبح عبد الرحمن الذي تريد، أم تركته للأيام؟ هل تفاجأت بشيء جديد، أم كنت متوقع أن هذا ما سيحدث؟
هل كنت خلال البرنامج من بدايته إلى اليوم إلى يوم 26 شخصية أم أنك شخصية واحدة؟ هل استوعبت ما يدور حولك وتجاهلت لتدوم المحبة أم أنك أصلا لا تفكر في هذا الأمر؟ سؤال أخير وأتمنى تجعله قلادة تتوشحها وتجيب عليها بعد أسبوعين، هل ستتغير نظرتك للحياة بعد الخروج من البرنامج أم ستعود لحياتك السابقة لأنك تراها هي الصحيحة؟ الابن عبد الرحمن، الحياة تجارب، وثلاث شهور داخل مكان لا يتغير ومع صحبة مختلفة الأمزجة والثقافات والعادات وتحت مراقبة دقيقة جدا ونظام فيه حقوق متفاوتة. بس خلي غلقر هذه رسالة من أبوه إن شاء الله تحترق. خلنا نرد نقرأه وبعدين. بس هذا مطبخ مو رسائل أبوية. خلنا نكمل رسالة شيء. وهي صحبة مختلفة الأمزجة والثقافات والعادات وتحت مراقبة دقيقة جدا ونظام في الحقوق متفاوتة لأن طبيعة البشر وبعد عن الأحبة وروتين ممل كل ذلك تجربة أتمنى أنها سقلتك وجعلتك تعيد الحسابات. أسأل الله لك ولمن معك التوفيق والسداد وتحقيق الأمنيات. استودعك الله عمك أبو ريان. توقعت أبوك عمك أبو ريان. عمي هذا وجه أبوي عمي في عصبة أبوي. الله يجعلني في دم وطيه. يلا عشان ما تأخر على